أعزائي عزيزاتي وأعزائي دارسات ودارسين مركز التعليم المفتوح الملتحقين ببرنامج الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات مادة جغرافية السياحة. النهاردة بيعتبر اللقاء الرابع، بنبدأ فيه النهاردة إن شاء الله مع بعض الفصل الثالث من مقرر جغرافية السياحة. تناولنا في اللقاءات السابقة عدد من الموضوعات الهامة اللي بنعتبرها حاجات من الأساسيات المهمة التي يجب على الطالب أنه يعرفها. من هذه الأشياء نحن تناولنا في الفصل الأول كل الأسس والمفاهيم المرتبطة بجغرافية السياحة تفرع من فروع الجغرافيا الاقتصادية البشرية، وتناولنا فيها مجموعة من المصطلحات المهمة التي يجب على كل دارس لجغرافيا السياحة أن يتعلم. على سبيل المثال تعريف السائح، تعريف ما هي السياحة، الغرض من الزيارة، ما المقصود بالنشاط السياحي. تحدثنا أيضا عن مصطلحات مثل الإنفاق السياحي، الإيرادات السياحية، تحدثنا عن بعض المصطلحات الخاصة ببعض أنماط من السائحين زي السياحة الشاملة، وعرفنا إيه الفرق بين سياحة المجموعات وسياحة الأفراد. كل دي الحقيقة من الموضوعات المهمة اللي تطرقنا إليها في الفصل الأول من مقرر الجغرافيا السياحي. تناولنا بعد ذلك في الفصل الثاني مجموعة أخرى من الموضوعات المهمة، وهي المقومات الجغرافية للعرض السياحي. تحدثنا من قبل وقلنا أن لدينا في جغرافية السياحة ما يمكن أن نطلق عليه العرض السياحي، ولدينا أيضا ما يمكن أن نطلق عليه الطلب السياحي. وفرقنا بينهما حيث تحدثنا عن أن العرض السياحي يقصد به دولة المقصد، وهي الدولة التي تقدم المناطق السياحية وتستقبل السائحين من مناطق أخرى من العالم. قلنا أنها بتسمى بالمقصد السياحي أو بتسمى بالوجهة السياحية، وعلى سبيل المثال بنجد مصر من هذه المقاصد أو الوجهات السياحية. أيضا تحدثنا عن مناطق الطلب السياحي، وذكرنا أننا إذا ما قلنا دولة طلب سياحي فإننا أيضا كأننا نقول السوق السياحي، وبالتالي إذا تحدثنا بلفظ سوق سياحي فإننا نقصد دولة إرسال للسائحين. على سبيل المثال من أهم هذه الدول أو من أهم هذه الأسواق التي يمكن أن نعتبرها أمثلة على أسواق سياحية مهمة في العالم، بنجد إيطاليا وبنجد ألمانيا وفرنسا، هذه دول من الأسواق السياحية الهامة في العالم. ومن ثم بدأنا في الفصل الثاني والذي يتناول مقومات الجغرافية الطبيعية للعرض السياحي، وهذا ما ذكرناه في المحاضرة الأخيرة. تحدثنا فيه عن هذه المقومات الطبيعية من موقع بأنواعه، الموقع الجغرافي والموقع الفلكي والموقع النسبي، وألقينا ضوءا يعني مهما على ما المقصود بالموقع النسبي في مجال السياح، وذكرنا أنه موقع دولة الاستقبال من دولة الإرسال، وطبقنا ذلك على مصر ووجدنا أن موقع مصر النسبي السياحي النسبي، موقع مصر السياحي النسبي موقع متميز ومتفوق لأنه يقترب جدا من أهم قارة مرسلة للسائحين في العالم، وهي القارة الأوروبية. أيضا تحدثنا عن أهمية المناخ، وكيف أن للمناخ كعامل من العوامل الطبيعية للعرض السياحي عامل مهم جدا، وكيف أن المناخ المعتدل يجذب إليه السائحين من المناخات المتطرفة حراريا أو المتطرفة في نسبة رطوبتها إلى آخره.
وذكرنا أن السائحين عادة ما يتجهون من مناطق التطرف الحراري، وعندما نذكر كلمة تطرف حراري نقصد التطرف إما بالارتفاع أو بالانخفاض. ومن ثم فإن الارتفاع الشديد في الحرارة هو تطرف حراري بالزيادة، والانخفاض الشديد في الحرارة هو تطرف حراري بالنقصان. مثالين على ذلك، نجد على سبيل المثال دول الخليج العربية بتعاني في فصل الصيف من ارتفاع شديد في الحرارة وارتفاع شديد في الرطوبة. إذا خدنا مثال على النموذج الآخر وهو الانخفاض الشديد في الحرارة، نجد روسيا الاتحادية وكيف تنخفض فيها درجات الحرارة في فصل الشتاء إلى ما دون الصفر ب50 درجة وب45 درجة أحيانا. ومن ثم ضربنا في ذلك مثالا على مصر، وقلنا أن مصر بمناخها المعتدل وبمناخ البحر المتوسط الذي يشغل أجزائها الشمالية، كيف تستطيع أن تجذب أعدادا كبيرا من السائحين من أماكن أو مناطق وأقاليم التطرف الحراري، إما مناطق التطرف الحراري بالارتفاع أو مناطق التطرف الحراري بالانخفاض. قد أكون أطلت بعض الشيء في مراجعة ما سبق وأن تحدثت عنه، ولكنني أرى أنها مقدمة واجبة لنبدأ من النقطة التي يجب أن نبدأ منها اليوم، وهي المقومات البشرية للعرض السياحي. لما بنتكلم عن المقومات البشرية للعرض السياحي في الفصل الثالث من هذا المقرر، بنحب نوضح النظر أو نلفت النظر الدارسين والدارسات والدارسين إلى جزئيتين مهمتين. أول جزئية منها أن احنا عندما نتكلم عن المقومات البشرية للعرض فإننا نتحدث عنها بشكل عام على جميع دول أو على مستوى جميع دول العالم، ولكننا في نفس الوقت كلما تحدثنا عن مقوم من هذه المقومات البشرية فإننا نلقي ضوءا مهما على مصر كنموذج للتطبيق على هذا الموضوع. ولذلك فإن عنوان الفصل سنجده المقومات البشرية للعرض السياحي مع التطبيق على مصر. طيب ايه هي، ما المقصود لو تحدثنا ما المقصود بالمقومات البشرية للعرض السياحي؟ فاذا كان الموقع مقوما طبيعيا، المناخ مقوما طبيعيا، التضاريس مقوما طبيعيا، الحياة البرية، النبات الطبيعي، الحيوان البري، كل هذه اشياء طبيعية، ولكن لا يمكن للسياحة بأي حال من الأحوال أن تقوم وأن يكون هناك نشاطا سياحيا معتمدا فقط على المقومات الطبيعية. فإذا لم يكن هناك أيضا مقومات بشرية للعرض السياحي لا يمكن قيام نشاط سياحي فعال وناجح الحقيقة. كمان نحب نلفت نظر حضراتكم بأنه لابد أن نفرق الحقيقة، البعض أحيانا يختلط عليه الأمر بين المقومات البشرية للعرض السياحي وبين التسهيلات السياحية. الحقيقة هناك فروق كبيرة ومهمة بينهما. فنجد أن المقومات الطبيعية للعرض السياحي، المقومات البشرية للعرض السياحي هي مقومات جاذبة للسياحة مثل المقومات الطبيعية. على سبيل المثال زي الآثار. الآثار من عامل الجذب السياحي، ولكنها عامل جذب بشري، هي مقوم بشري في الأساس ولكنه جاذب للسياحة. ولا يشترط أن من يأتي إلى منطقة أثرية أو جاء لهدف زيارة مناطق أثرية أن يكون في نفس الوقت مهتما بالشواطئ أو مهتما وليكن بسياحة المحميات والسياحة البيئية إلى آخره. ومن ثم فده المقصود بالمقومات البشرية زي الأثار كما ذكرت، مثل الأثار. لكن التسهيلات السياحية بقى هي التي تأتي لتكمل منظومة المنتج السياحي. ذكرنا من قبل ما المقصود بالمنتج السياحي. المنتج السياحي هو المنطقة السياحية القابلة للاستغلال، القابلة للزيارة. وقلنا انه الغردقة على سبيل المثال تعتبر منتج سياحي. ومن ثم
فهناك مقومات طبيعية وهناك مقومات بشرية، وأيضا هناك تسهيلات سياحية. إيه هي بقى التسهيلات السياحية؟ هنجد الطرق، هنجد شبكات البنية الأساسية بأنواعها من مياه وكهرباء وصرف إلى آخره، الطرق قلنا، أماكن الترفيه، الفنادق وأماكن الإيواء، كل هذه أشياء يطلق عليها اسم التسهيلات السياحية. إذن فلنبدأ بعد أن ألقينا الضوء على الفرق بين المقومات البشرية للعرض السياحي وبين التسهيلات السياحية، فلنبدأ أولا بأول عامل أو مقوم من المقومات البشرية وهو الإرث التاريخي. لما بنتكلم عن الإرث التاريخي أو الآثار، نحب نقول أنه تقريبا قد لا تخلو دولة من العالم من وجود آثار، ولكن هذه الآثار من حيث الأهمية ومن حيث الحجم أو الكمية تختلف من دولة إلى أخرى، وده وفقا لعمق تاريخ هذه الدولة. فعلى سبيل المثال، إذا ما قارنا دولة زي مصر في تاريخها الذي يرجع في عمق أو الذي يمتد في عمق التاريخ لحوالي 7000 سنة، نكتشف أنه مصر بتقتني تقريبا من ربع لتلت أثار العالم. بعض الإحصائيات تقول ربع أثار العالم، وإحصائيات أخرى تذكر بأنها الثلث. ومن ثم فإن دولة كلما زاد عمق التاريخي للدولة، بالتالي كل ما هيكون الأثار الموجودة بشكل أكبر إلى آخره. ونظرا لاهتمام كثير من الدول بهذا النوع من المقومات البشرية للعرض السياحي، هنجد أن كثير جدا من الدول بتعمل على التنقيب والبحث عن التنقيب وبحث عن الأثار لتنشيط هذا النمط السياحي. والحقيقة أن هذا النمط يجذب نوعية خاصة من السائحين، بيجذب نوعية مهمة وخاصة من السائحين. هم سائحين على مستوى مرتفع من الوعي ومن الثقافة ومن التعليم، لديهم رغبة في التعرف على ثقافات وأثار دول أخرى، وبالتالي هم فئة من السائحين التي يجب الحفاظ عليها. ولكن قبل أن نعرض لبعض للتطبيق على مصر، أحب أذكر أنه الآثار وهذا العامل الأثري على الرغم من أهميته، إلا أنه بيرتبط طبعا بنوع من السياحة بنسميها السياحة الأثرية أو السياحة التاريخية أو السياحة، أحيانا نسموها السياحة الثقافية. وهذا النمط يعيبه أنه يفتقد إلى التكرارية، والمقصود بالسياحة التكرارية هو أن السائح يكرر زيارته إلى دولة ما مرت أكثر من مرة، يعني مرتين وثلاث وإلى آخره. لو وجدنا أن السياحة الترفيهية والشاطئية وسياحة البحر والرمل والشمس من النوع التكراري، اللي السائح ممكن يأتي لمنطقة ما أكثر من مرة لنفس الغرض ولنفس الشكل أو النمط السياحي، إنما يعيب السياحة الأثرية الحقيقة أنها لا تتميز بأنها سياحة أو لا تعرف بأنها سياحة تكرارية. ومن ثم كتير من الدول الحقيقة، ومنهم مصر، وده يمكن من التسعينات مش من دلوقتي، اشتغلت على تنويع المنتج السياحي. وكان الواقع ان انا يعني بشوف انه القائمين على النشاط السياحي انذاك كان لديهم رؤية وبعد نظر الحقيقة، بانهم اولا بدأوا بانشاء هيئة التنمية السياحية لتجهيز مناطق سياحية جديدة على السواحل، ويمكن بعدها بدأت تنشط جدا السياحة في الغردقة وشرم الشيخ وبعض المدن الساحلية. وكانوا مدركين الحقيقة لهذه النقطة، أن السياحة التاريخية سياحة لا تتسم بالتاريخية. وفي وقتها كانت مصر الحقيقة معظم السائحين القادمين إليها إنما يأتون لزيارة الأهرامات ومدينتي الأقصر وأسوان،
وكانت سياحة أثرية بشكل خاص. وده يدينا مؤشر مهم أيضا، أنه إذا كانت في بدايات التسعينات ما كانتش الدولة اتجهت نحو تنويع المنتج السياحي وخلق منتجات سياحية جديدة في مصر، من سياحة شاطئية وسياحة سفاري وسياحة بيئية إلى آخره، ربما كانت حركة السياحية لمصر لم تكن أخذت شكلا إيجابيا أو لأعداد كبيرة بعد ذلك. وعشان كده بنقول إنه يا ريت دايما القائمين على النشاط السياحي في أي دولة من الدول إنهم يكون لديهم بعد نظر، يعني دايما يفكروا كيف حاجتين مهمين أو لابد أن يشغلوا القائمين على النشاط السياحي في أي دولة. أول شيء منهم أو أول عنصر منهم هو أن ينظر أو يهتم بتنويع المنتج، يعني أنا لو أنا بهتم بثلاث أو أربع أنماط من السياحة لابد أن حتى ولو بشكل تدريجي أنشط أنماط أخرى بحيث أخاطب فئات جديدة من نفس الأسواق اللي بيجي لي منها سائحين، وأخاطب أيضا أسواق جديدة. ومن هنا يبقى لابد أن نعمل على جناحين مهمين جدا، الجناح الأول هو تنويع المنتج السياحي، والجناح الآخر هو تجديد وإضافة أسواق جديدة ومخاطبة أسواق جديدة، ولما أقول أسواق جديدة يعني دول جديدة أستطيع أن أجذب منها سائحين. طيب نرجع تاني مرة أخرى للآثار والإرث التاريخي. بنقول إنه مصر وإيطاليا واليونان من أهم الدول الحقيقة، وطبعا بعض دول الصين وجنوب شرق آسيا، كل دي دول حضارات قديمة، العراق دول حضارات قديمة، ويمكن يكفي أن نعلم أن الأثريون قالوا وبيذكروا في دراساتهم أن الحياة على سطح الأرض بدأت في أحد مكانين هما إما مصر وإما العراق. وبالتالي لما نقول مصر نقول العراق، نقول إيطاليا أو روما القديمة، نقول اليونان، يعني كلها دول ذات حضارة الحقيقة قديمة، ودي تعتبر أهم الدول اللي لديها آثار ولديها سياحة أثرية مهمة. لما بننتقل بقى للتطبيق بشكل أكبر على مصر، بنجد أن مصر لا تخلو محافظة منها تقريبا من وجود آثار، سواء كانت آثار ما قبل التاريخ، آثار فرعونية، آثار يونانية، آثار طبعا يونانية، رومانية، قبطية، إسلامية. ودي الحقيقة زي ما كثير أو بعض يحضرني بعض المقالات لإحدى الكتبات اللي ذكرت فيها كيف أن الهوية المصرية هي مجموعة من الطبقات المتتالية اللي شكلت بامتزاج وباختلاطها مع بعضها الهوية المصرية، فلا نستطيع أن نحصر الهوية المصرية في طبقة واحدة من هذه الطبقات سواء كانت فرعونية، يونانية، قبطية، إسلامية، وإنما الحقيقة أن الشخصية المصرية والهوية المصرية هي نتاج هذا الـ نقول الخليط من الثقافات المتتالية المتعاقبة التي تداخلت وامتزجت مع بعضها البعض. ومن ثم بنقول أن جميع محافظات مصر تقريبا لا تخلو أبدا محافظة منهم من وجود أثر. فعلى سبيل المثال إذا نظرنا إلى القاهرة، فبنجد القاهرة فيها من أهم الأشياء اللي موجودة فيها طبعا المتحف المركزي أو المتحف الرئيسي، المتحف المصري، المتحف القبطي، المتحف الإسلامي، بعض المتاحف المهمة زي المتحف الحربي، متحف الزراعي، كل دي من الأشياء المهمة اللي موجودة. يعني نقدر نقول أن القاهرة تمتاز أكثر بوجود المتاحف. لما ننتقل إلى محافظة الجيزة، طبعا منف القديمة وهي الأهرامات، بها أهرامات الثلاثة، تمثال أبو الهول الشهير، مراكب الشمس، منفيس اللي هي منطقة البدرشين حاليا، فيها معبد تحنيط العجل أبيس، بالإضافة إلى أشياء أخرى كثيرة. لو انتقلنا لمحافظة الفيوم وهي المحافظة التي يعني ارتبط تاريخها الفرعوني ب
الأسرة الثانية عشر، ومنها طبعا الهرم المشهور هرم هوارة وقرية اللاهون. كمان محافظة بني سويف تشتهر بهرم ميدوم وببعض الإهناسية. كل دي من حقيقة من الأشياء المهمة والمذكورة عند حضراتكم في الكتاب. كمان لما بننتقل للمنيا، المنيا أيضا بها أثار يونانية ورومانية وإسلامية. بنجد مثلا منطقة بني حسن من المناطق اللي تنتمي للعصر الفرعوني. كمان يعني أشياء أخرى كثيرة من المناطق، بني حسن، تل العمرنة، من منطقة الأشمونيين من العصر اليوناني الروماني، محافظة سوهاج، أيضا منطقة أبيدوس إلى آخره. كل دي مناطق من المناطق الأثرية. طبعا لما بننتقل بقى بعد كده لمحافظة، من المحافظات الغنية جدا بالآثار هي محافظة قنا، نجد مثلا مدينة الأقصر، طيبة القديمة، وكيف بها يعني فيها ما فيها أو فيها ما يكفيها من الآثار. والواقع أنه من تجربتنا الخاصة ومن زياراتنا ورحلاتنا العلمية بأقسام الجغرافيا أو بقسم الجغرافيا جامعة القاهرة بشكل خاص، بنشوف إزاي أنه زيارة مثل هذه الأماكن مهم جدا للشباب الحقيقة. وده بنجده إحنا تأثيره علينا إحنا شخصيا كأساتذة، وتأثيره كمان على الطلبة. لأنه مصر لما نحكي عنها لأولادنا ولشبابنا غير لما هم بنفسهم يتلامسوا معاها. ودي الحقيقة رسالة أحب أوجهها لكل القائمين على التثقيف وعلى التوعية وعلى النشأ في مصر، أنه لابد من الزيارات الميدانية للمناطق الأثرية، مش الأثرية وبس، والمناطق الطبيعية أيضا. إحنا بنحس ده قوي كأساتذة في قسم الجغرافيا بجامعة القاهرة، إزاي الطلبة بعد ما بنقعد أسبوع تقريبا في رحلة علمية متواصلة لطلاب الفرقة الرابعة في أي إقليم من الأقاليم الجغرافية الرئيسية في مصر، الصحراء الغربية، صحراء شرقية، في بعض المدن السياحية، والحقيقة الرحلة وتلقي الضوء على كل الفروع الجغرافية اللي درسها الطالب من جغرافيا طبيعية وبشرية إلى آخره. بنلمس الحقيقة في نهاية الرحلة كيف للطالب عندما شاهد بنفسه وتلامس بنفسه مع أرض مصر، إزاي ده بينمي الانتماء عنده وبينمي حبه لبلده والوطنه. وده يمكن مهم جدا إن احنا نلفت النظر لأهمية الجغرافيا. الجغرافيا ليست علم يعني نظري، ولا بالعكس، ده الجغرافيا من العلوم المهمة اللي أخذت بسرعة بالمنهج الكمي، وبالتالي هي من العلوم اللي بتتلامس مع الواقع، بتتلامس مع الحياة المحيطة بالبيئة المحيطة بالناس. ومن هنا بنقول إنه زيارة الأماكن الأثرية والتاريخية مهمة جدا. يمكن أنا ذكرت في إحدى المحاضرات كيف يقدر العالم الآثار المصرية، كيف يقدر السائحين في العالم. لما بنسأل بعض السائحين أحيانا نقول لهم في بعض الأبحاثنا وفي بحث كنت بقوم بيه ومعايا فريق عمل عن السياحة الأوروبية القادمة أو الوافدة إلى مصر، وبنسألهم من في استمارة الاستبيان سؤال عن ما هو الدافع أو ما هو المؤثر الذي دفعك لزيارة مصر، فكنا بنجد إجابة مفتوحة. يعني بنسيب نقط والسائح بيكتب إيه الدافع أو المؤثر الذي أثر عليه ليزور مصر. فبعض السائحين في هذه المكان المفتوح لكتابة لماذا جاء إلى مصر، فيكتب بعض السائحين كما ذكرت لأحقق حلم حياتي وأزور الأهرامات. بيبقى أمثلة من هذه هذه النوعية من الإجابات اللي خلتنا احنا كفريق بحثي يعني نقف قدامها، ويعني لا نقف في وقفة، نقف وقفة قدامها. ازاي احنا يجب علينا كأساتذة وكمسؤولين، ازاي لابد علينا ان احنا هذا الشعور اللي لدى الغير بأهمية أثرنا غير موجود عندنا. الحقيقة ده حاجة أو لا يعني مش عايز أقول غير موجود عندنا، حتى عند النشء محتاجين ننمي ده، وده مش هننميه بس الحقيقة. وطبعا
لا انكر ابدا ان مناهج التاريخ اللي احنا حتى تربينا عليها من واحنا طلبه صغيرين مليانه بالحديث عن الاثار المصريه والتاريخ المصري، لا شك. لكن انا بس عايز يعني اقول انه لابد من الزياره الواقعيه، الجغرافيا والتاريخ لابد ان تدرس داخل قاعات المحاضرات والدرس، وايضا لابد ان يتلامس معها الدارسين على ارض الواقع. كمان بعد ما بنتكلم مثلا عن الفيوم، اتكلمنا عن بعض اثارها وازاي انه فيها مجموعه من الاماكن المهمه، اتكلمنا عن الاقصر وازاي ان محافظه قنا من اغنى مدن جمهوريه مصر العربيه بالاثار الفرعونيه، بتبعد حوالي ما يقرب من 650-670 كيلومتر عن مصر. الضفه الشرقيه بمعابدها المشهوره في مدينه الاقصر، معبد الكرنك ومتحف الأقصر، والضفة الغربية طبعا تمثال ممنون المشهورين، ويسموها تمثالة لأنهم تمثالين بالمثنى، يعني مقابر وادي الملوك وادي الملكات. دي حقيقة من الحاجات الخطيرة والمهمة جدا اللي بيحبوا السائحين يأتوا إليها. كمان مدينة أو محافظة أسوان يعني الآثار فيها آثار كثيرة جدا، وعلى سبيل المثال طبعا هي كان اسمها القديم سونو أو السوق، نظرا لوجودها على طرق التجارة الدول العالمية، يعني طرق التجارة من اللي كانت بتمر منها، اللي كانت بتيجي من غرب إفريقيا ومتجهة ناحية الشرق. طبعا جزيرة الفانتين، مقياس النيل، كل دي من المعالم المهمة الموجودة في محافظة أسوان طبعا. ومن ضمن الآثار أو مش نقول الآثار، من المعالم المهمة كمان اللي بيحرص السائحين على زيارتها السد العالي وبحيرة السد العالي أو بحيرة ناصر، كل دي من الأشياء المهمة والمزارات المهمة اللي موجودة في محافظة أسوان. بعد كده عندنا محافظة البحر الأحمر أيضا، رغم أنها محافظة تشتهر بالسياحة الشاطئية والسياحة الأثرية، آسف الشاطئية والسياحة الترفيهية، لأنها لا تخلو أيضا من بعض المناطق الأثرية، وفي بعض الأودية القريبة من مدينة الغردقة بيوجد بعض الأودية المليانة أو موجود بها بعض الآثار. طبعا التعدين عرف العرفاء القدماء المصريين عرفوا التعدين، وده موجود عندنا بعض الاماكن التعدين الاثريه في سواء في شبه جزيره سيناء او في اقليم البحر الاحمر. اذا انتقلنا بقى من الوجه القبلي الى الوجه البحري، هنجد مناطق كتير، يعني منها صان الحجر في محافظه الغربيه، تل بسطه في الشرقيه، تل الربع في الدقهليه، متحف الآثار ومتحف ديليسيبس في الإسماعيلية، كمان في سيناء قلعة نخل والفرمة، وكل دي من الأماكن المهمة في سيناء. لذلك احنا دايما نقول على سيناء أنها جميع يمكن أن يمارس في شبه جزيرة سيناء كل أنماط السياحة اللي عرفت لحد الآن، بما فيها السياحة العسكرية، السياحة الجيولوجية اللي هي الأماكن التحجير أو مناطق التعدين القديمة التي عرفها القدماء المصريين، منطقة في جنوب سيناء منطقة سرابيط الخادم برضو أو معبد سرابيط الخادم من المناطق المهمة، إلا أنه على الرغم بقى من كثرة هذه الآثار، لما نحن بنخطأ خطأ كبير جدا في أثناء التنشيط السياحي لهذه المناطق، فلا نلفت أنظار السائحين نحن كعارضين لنشاطنا السياحي، احنا كدولة دولة عارض السياحي الحقيقة. الناس عندنا في العالم احنا ما بنقدرش، يعني مش بنقدر نسوق أماكن أثرية تانية كتير قوي في مصر الناس ما تعرفهاش، وارتبطت مصر في أذهان السائحين بالأهرامات والأقصر وأسوان فقط، وده خطأ حقيقة كبير ونقطة ضعف كبيرة كبيرة في التسويق السياحي لمصر. ولذلك يمكن لدينا أو لدي مقترح مهم جدا لتقسيم مصر إلى أقاليم سياحية متكاملة، بحيث
في هذه الأقاليم الستة يمكن للسياح أن يمارس من 5 ل7 أو 8 أنماط سياحية، منهم السياحة الأثرية، بحيث أنه في كل إقليم يزوره يتعرف على أثار من الآثار المصرية القديمة التي تنتمي لأسرة من الأسرات أو لدولة من الدول التي قسم إليها تاريخ مصر الفرعون. فممكن في الجيزة، في منطقة الجيزة بيزور الأهرامات وبناة الأهرامات والدولة القديمة، في منطقة الفيوم الأسرة الـ12 الدولة الوسطى وهكذا. وبالتالي على العارض، أو دعني أقول على البائع، أن يعرض بضاعته على المشتري بشكل يجذبه إليها. يعني إحنا لابد أن نغير ذهنية السائح اللي بيجي مصر إنه بس مصر هي الأهرامات وهي الأقصر وأسوان من ناحية الآثار. لا، مصر مليئة بالآثار في جميع المحافظات، ولابد أن نلفت نظر السائحين إلى هذه الأماكن حتى نستطيع أن نأتي بهم في زيارات تكرارية. لا، يعني لدينا 6 أقاليم سياحية في مصر، نستطيع أن يأتي السائح 6 مرات، وفي كل مرة يزور مناطق شاطئية ومناطق للسياحة السفاري ومناطق سياحة علاجية، وأيضا يستطيع أن يزور مناطق أثرية ومناطق بيئية ومحميات طبيعية، كل ده في إقليم واحد، ليذهب إلى وطنه ويعود لمرة أخرى ليزور إقليما جديدا سياحيا به ما به من مقوماته الطبيعية والبشرية. وده الحقيقة أنا بشوف أن الجغرافيا، أنا دايما أقول الحقيقة المعلومة دي، أن الجغرافيا لاعب رئيسي في التسويق، ليس التسويق السياحي وفقط والتسويق بشكل عام، ولكن في التسويق السياحي الحقيقة نظرا لارتباط التنشيط السياحي بمقومات طبيعية كالمناخ والتضاريس والموقع، ونظرا لارتباط السياحة نفسها بمقومات طبيعية وبشرية، هي في صميم دراسة الجغرافيا. الجغرافيين هم من يدرسون هذه المواقع والأماكن بشكل أكاديمي وبحثي وعلمي إلى آخره. طيب، تحدثنا عن أن لدينا أهم أو من أهم المقومات البشرية للعرض السياحي، وهو الإرث التاريخي أو الآثار. ننتقل بقى لنقطة تانية، وهي المراكز الدينية. كيف يمكن أن تكون المراكز الدينية مقوما بشريا للسياحة بشكل عام، أو للعرض السياحي بشكل عام؟ الحقيقة أنا بشوف أنه الأديان وتطورها على مر العصور هي أيضا تركت لنا أماكن، قد يعني مش قد، هي أثرية بحكم مرور الزمن، ومقدسة من وجهات النظر الخاصة بمعتنقي هذه الأديان التي ترتبط بها هذه الأماكن. كمثلا قد يأتي سائح إلى مصر يزور منطقة مجمع الأديان على سبيل المثال، فهذا السائح إذا كان مثلا مسلم، فلما يدخل جامع عمرو، فهو يدخل إلى جامع عمرو ليس فقط كأثر أو مكان قديم له تاريخه العريق وإلى آخره، لكن ينظر إليه أيضا بقدسية، لأنه يعتنق الدين الإسلامي، وهذا مكان دار عبادة إسلامية. إنما لما هيبدأ يزور الكنائس يحترم المكان وهيقدره وهيزوره وهيحس بقيمته الأثرية وقيمته الروحية وكل حاجة، لكن قد لا يكون الواعز الديني عنده وقوة قدسية المكان عنده تختلف. وبالتالي احنا نفرق في السياحة الدينية بين حاجتين مهمين قوي، بين السائح الذي يزور المكان المسجد أو الكنيسة أو الدير أو الكنيس إلى آخره من المباني الدينية ودور العبادة الدينية، فهل هو يزور ونفرق بين أنه يزور هذا المكان على كونه أثرا، أم أنه يزوره بأنه مكانا مقدسا بالنسبة إليه يتبرك به وهكذا. وبالتالي لابد أن نعرف ونلفت الأنظار إلى
أن الأديان السماوية الثلاث لها أماكن مفضلة لزيارتها، على سبيل المثال المملكة العربية السعودية لمكة والمدينة بالنسبة للدين الإسلامي، ويمكن من مش عايز أقول من يعني هي أكبر حركة سياحة دينية على مستوى العالم بتتم نظرا لارتباطها بميعاد محدد ولأنها تمثل ركنا من أركان الدين الإسلامي. فبنجد أن هذه الحركة حركة ضخمة في وقت معين، بيتحرك ملايين من البشر من السائحين متجهين إلى مكان واحد إلى مكة والمدينة. أيضا السياحة الدينية المسيحية سواء في روما حيث المقر البابوي أو مقر بابا روما، ده من الأماكن المهمة جدا لدى المسيحيين في العالم، لا سيما المسيحيين الكاثوليك. طبعا عندنا مدينتين أو مجموعة من المدن، الحقيقة مش مدينة واحدة أو مدينتين في فلسطين، بنجد إنه بيت لحم حيث ولد السيد المسيح، أيضا أورشليم أو القدس هي من المناطق والمدن المهمة جدا حيث بنجد بعض المواقع المهمة زي كنيسة القيامة، أماكن اللي مر بها السيد المسيح، طريق الجلجسة، مكان الصلب، كل دي مناطق مهمة جدا. لذلك بنجد حركة مهمة جدا للسياحة الدينية المسيحية بتتجه إلى القدس وإلى فلسطين بشكل عام. يعني هم كمان بيزوروا بعض المدن الفلسطينية زي منطقة الجليل في شمال فلسطين حيث عاش وتربى السيد المسيح، أيضا منطقة الجليل بأحداث مرت فيها يعني ارتبطت بها منطقة بحر الجليل اللي هي حاليا بحيرة طبرية، نهر الأردن نفسه بعض المواقع فيه أيضا ارتبطت بأحداث سواء كانت في العهد القديم أو العهد الجديد إلى آخره. وبالتالي بنجد أيضا أن السياحة الدينية المسيحية لها في العالم مواقعها التي تهتم بها، وبالتالي إذا كان هناك موسم للحج الإسلامي إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية في مكة والمدينة في مواعيد محددة، أيضا هناك معاد أيضا الحقيقة بيجذب أعداد كبيرة من الحجيج المسيحيين الذين يذهبون إلى فلسطين وإلى القدس بشكل خاص قبل عيد القيامة. يعني إذا كان الحج بيرتبط بموسم، أيضا الحج المسيحي إلى القدس بيرتبط حقيقة بفترة زمنية أيضا محددة. هذه الحركة أو هذه الحركات السياحية المهمة من الحاجات اللي يجب أن نلفت النظر دارسين إليها. بس كمان نحب نلفت نظر الدارسين إلى أن الجغرافيا هي العلم الذي يرصد الاختلاف على سطح الأرض، يعني هو علم التوزيعات. وبالتالي يجب أن نعلم أنه بدون أو إلى جانب الأديان السماوية الثلاث أيضا هناك أديان وضعية ترتبط بأماكن. يعني إحنا برضو نحب نقول أنه إذا كان إحنا بنعيش في دولة ما لها ظروف معينة شايفين بنشوف نفسنا بس، لا، الجغرافيا لازم بتخليك تشوف الآخرين، تشوف العالم، بقية العالم. عندنا أماكن ارتبطت بزيارة الشيعة زي كربلاء ولها موسم زيارة ولها طقوس معينة بتجرى إلى آخره. أيضا بنجد في جنوب شرق آسيا بعض المعابد الهندوسية والبوذية ولها برضو مواسم، ده لدرجة انه بعض في الساحل الغربي للهند بنجد انه بعض الدراسات الميدانية في السياحة اكتشفت انه في مجموعة بتدين بدين وضعي معين لها طقوس معينة مرتبطة ببحيرة او بمنطقة ساحلية ما في غرب الهند، بدأت تجذب اعداد من السائحين ليشاهدوهم وطريقة الطقوس بتاعتهم اللي بيعملوها أثناء عبادتهم أو حجهم لهذه المنطقة. وبالتالي إحنا بنقول أن الدين والسياحة الدينية من العوامل المهمة جدا 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 ومعامل بشري مهم جدا في العرض السياحي. طيب وإذا بنا نتجه مرة أخرى إلى مصر لنتعرف بعض الشيء على أهم المواقع الدينية الإسلامية والمسيحية اللي موجودة في مصر واللي
بتفوز أو بتجذب أعداد من السائحين. فمثلا لو ابتدأنا ترتيبا زمنيا، أهم مناطق السياحة الدينية المسيحية في مصر، طبعا عندنا منطقة مصر القديمة دي من أهم المناطق، أنا ذكرتها من شوية، وكيف أن هذه المنطقة حتى الحقيقة برضو في فترة من الفترات من حوالي 5 أو 7 سنين اتجه نظر وزارة السياحة لمنطقة مصر القديمة ومجمع الأديان. وأيضا من الحاجات اللي أنا بشوف أنها هيكون لها تأثير الحقيقة قوي جدا الفترة الجاية، يمكن إحنا لدينا بالكلام ده كتير في أبحاثنا وفي شغلنا وفي مقالاتنا، عن تنشيط رحلة العائلة المقدسة، مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر. ده لا أدعي أن أنا أول من طلبت بذلك أو أن بعض الباحثين في جغرافية السياحة من الجغرافيين، ولكن أقول الحقيقة أنه بدأ الاهتمام بها بدري، حتى من أيام من 10 سنين أو 15 سنة كمان مضت بدأ الاهتمام، ولكنه الحقيقة اهتماما يتزايد ويخفت أحيانا، يتزايد أحيانا ويخفت أحيانا، إلا أننا دلوقتي بنجد الحقيقة اهتمام من الدولة في هذا المجال. نتمنى أن يظل هذا الاهتمام موجودا ويسفر عن زيارات حقيقية، لأنه من أخطر ما يمكن، وده من الحاجات المهمة جدا اللي بندرسها درسناها وبندرسها في جغرافية السياحة، أن الصورة السياحية الذهنية اللي بتتكون لدى السائح قبل الزيارة عندما يقرأ، يعني لا ينبغي أبدا أن نزين ونكتب أشياء في الأدلة السياحية وفي المواقع السياحية فيقرأها السائح قبل أن يأتي إلى مصر، عن مثلا نقول أن المسار بقى ممتاز والمواقع ممتازة وهنا في كذا ونقول كلام مهم وحلو، لما يجي السائح ما ليش الكلام ده، سواء بقى في سياحة دينية أو غير دينية. يعني مثلا خلينا رصدنا في مرة من المرات حاجة في السياحة العلاجية، انه البامفلت اللي كان صادر عن مؤسسه يعني رسميه كان كاتب مواقع للسياحه العلاجيه وان فيها اماكن اقامه وكذا وكذا وكذا، وكان فعلا كان موجود فعلا، لكن لما جم بعض السائحين عشان يزوروا الاماكن دي وجدوا ان بعضها متوقف عن العمل، وانك لما نسال احنا كفريق بحثي او كباحث اسال يا ليه ده مش شغال، فيقول لي اصله ترخيص انتهى وفي عمليه تجديد ترخيص وكذا. فطبعا ده حاجه خطيره جدا، الصوره الذهنيه التي تتكون لدى السائح قبل ان يذهب الى المنطقه السياحيه، اذا ما ذهب بعد ما يقرا ويكون صوره ذهنيه عن المنطقه السياحيه وبعدين يبتدي يروح يبدا الزياره، اذا اختلفت الصوره الذهنيه لديه عن الواقع ده بيبقى اثره سلبي جدا. اولا لا يكرر الزياره، هو شخصيا لا يكرر الزياره وينصح الاخرين بعدم الزياره، وبالتالي ده بيؤثر على الحركة بشكل كبير. ده دي نقطة مهمة نحب نلفت النظر إليها. كمان طبعا احنا ما بنتكلم بنكمل حديثنا عن مناطق السياحة الدينية المسيحية في مصر، ما طبعا مصر من الدول اللي دخلتها المسيحية مبكرا، واتبنى فيها عدد كبير جدا من الكنائس، وبعضها بقاله من القرن الثاني والثالث الميلادي. كمان عندنا مجموعة كبيرة من الأديرة، وأحب ألفت النظر هنا لحتة مهمة جدا تميز مصر عن جميع دول العالم في هذا الجانب، وهو أن الرهبنة هي اختراع مصري. الرهبنة اختراع مصري، بمعنى أنها ظهرت، أول ظهورها ظهر في مصر عندما تعرض المسيحيين في مصر للاضطهاد في فترات تاريخية متعاقبة، فبدأوا يهربوا إلى الصحاري الموجودة على شرق نهر النيل وإلى الغرب منه، وبالتالي بدأت الرهبنة في مصر وانتقلت إلى جميع بقاع العالم. ولذلك أول دير، أول رهبنة حصلت في مصر، وأول دير بنى أحد الرهبان المصريين يعرف باسم الأنبا أنطونيوس، ودول مشهورين قوي عندنا احنا هنا حتى في منطقه طبيعيه جميله جدا اللي هي هضبه الجلاله الابليه، هضبه الجلاله البحريه على ساحل البحر الاحمر خليج السويس، وازاي ان هذه منطقه بطبيعتها وبمزاراتها حاجه يعني ده يمكن التسويق له يا جماعه، يعني لما يكون عندي حاجه هي اول مبنى حمل اسم دير في العالم، اما اقول اول مسجد في مصر، ده لابد انه ده يبقى يتبرز في التنشيط السياحي. لا ده دي اشياء مهمه، واحنا الحقيقة بنشوف بعض الدول اللي لديها آثار ضعيفة جدا، ويمكن تقع الواحد السائح يروح
يقطع مسافات مئات الكيلومترات وفي الاخر يروح اليوم بيفرجوها لحاجات بسيطه جدا، يعني مش في قيمه ابدا الاثار. الحقيقه انا اسف ان انا يعني متحمس شويه او متحمس كثيرا في مساله التحيز يعني للسياحه المصريه، و يعني بطبيعه الحال كوني مصري يعني. على اي حال بننتقل بعد كده لاماكن السياحه الدينيه الاسلاميه في مصر، وهي الطبقه التي تلت الفتره المسيحيه او القبطيه. فبنجد اهم المساجد الاسلاميه والاثار الاسلاميه في مصر طبعا على راسهم المسجد الاول الذي بني في مصر، مسجد عمرو بن العاص الموجود في مصر القديمه، وانشئ في عام 21 هجريا 642 ميلاديا، هو اول مسجد بني في مصر ورابع مسجد بني على مستوى العالم. دي حاجه تانية طبعا مهم، يعني انا رابع مسجد شيد على مستوى العالم موجود في مصر، ده من الحاجات المهمة اللي لازم برضو يتسوق لها تسويق جيد. وبنتكلم انه هذا المسجد بدأ بجذوع النخيل وبعدين كان كأعمدة يعني، ثم توالى تجديده وتوسعته من فترة الى اخرى حتى وصل الى شكله الحالي. وطبعا احنا اللي يروح يزور هذا المسجد يشوف ازاي انه المنبر بتاعه، يعني انا شخصيا كان لدينا في وقت كده كان عندنا في جامعة القاهرة بعض الاساتذة الزائرين بيجونا من اوروبا ومن خارج مصر، فاحد الاساتذة دول كنا في زيارة يعني اثناء زيارته للقسم والقائه لبعض المحاضرات بناخدهم في رحلات كده يعني سياحية جغرافية احيانا. فمش عايز اقول لكم ازاي انه رد فعل رؤية مسجد عمرو بن العاص والمنبر بتاعه وبعدين الكنائس السبعة اللي موجودة في منطقة مصر القديمة، كل ده الحقيقة كان يعني حاجة ليها تأثير قوي جدا. يعني احنا نفسنا كمصريين بنشوف رد فعل الأجانب كده على رؤيتهم للمتحف القبطي او لجامع مسجد عمرو بن العاص او للازهر او لاماكن دينيه موجوده عندنا او اثريه، بنشوف ازاي ان احنا يعني مش واخدين بالنا احيانا ان احنا لابد ان نقوي من اهميه وتنشيط السياحه في هذا المجال. ايضا عندنا جامع الازهر، طبعا جامع الازهر ده من المساجد المشهوره جدا في القاهره، موجود طبعا في ميدان الحسين، وهو أول مساجد القاهرة الفاطمية أو المنطقة التي تعرف بالقاهرة الفاطمية، طبعا بني على يد جوهر الصقلي ليكون مسجدا ومدرسة. والأزهر طبعا يعتبر بنعتبره أول جامعة تقريبا انشئت في مصر، وما زالت جامعة الأزهر الحقيقة موجودة و بيرعاها او بترعاها الدوله وبترعاها شيخ الازهر الى اخره. كمان عندنا جامع ومدرسه السلطان حسن، ودي مش يعني من الاماكن الرائعه زرتها، يعني هذا المسجد قد ايه حوائط هذا المسجد مرتفعه جدا وفي فخامه عمرانيه غير عاديه، يعني اللي يروح بيشوف هذا المسجد وبيزوره بيشوف قد ايه يعني قوه البناء وارتفاعه ودقة نقوشه وزغرفته من الداخل. وبالتالي يعني لابد ان احنا ناخد بالنا كويس انه هذا المسجد من المساجد المهمة جدا، جامع السلطان حسن. ايضا عندنا مسجد الامام الحسين، القاهرة نفسها بتعرف بانها مدينة الالف مأذنة، معروفة قوي بانتشار عدد كبير جدا من المساجد. العامل الثالث هي المراكز العلمية، والحقيقة المراكز العلمية اللي هي المدن الجامعات، نسميها كده مدن الجامعات، زي القاهرة. القاهرة فيها أربع أو خمس جامعات، ثلاث أو أربع جامعات كبار زي جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة حلوان. الإسكندرية أيضا من المدن اللي فيها جامعة إسكندرية بتاريخها العريق، مكتبة الإسكندرية. هذه الأماكن أيضا تجذب إليها الدارسين من جميع أنحاء العالم. و دايما في جغرافية المدن بقى لما بندرسها أو ندرسها لأولادنا أو للطلبة
بنقول لهم ان الجامعه تنشئ حياه، حيث تنشئ الجامعه تنشئ انشطه اقتصاديه وانشطه اخرى كثيره ترتبط بالتعليم وبسكن الطلبه والى اخره، وبالتالي فهناك اماكن المراكز التعليميه ايضا من الاماكن المهمه اللي بتعتبر من الاماكن البشريه او المقومات البشريه للعرض السياحي. كده بنكون انتهينا من المقومات البشريه للعرض السياحي اللي هي قلناهم في ثلاث عناوين الحقيقه، لكن تفاصيلهم كتير، وهي الارث التاريخي اللي هي الاثار، ثم المراكز الدينيه او المدن المناطق الدينيه، ثم المراكز العلميه. وبكده بنكون انتهينا من الفصل الثالث بالمقرر او بالكتاب، وهو الذي تناول العرض. وبكده نكون انتهينا من العرض السياحي بقسميه، العرض السياحي الطبيعي في الفصل الثاني، والعرض السياحي البشري في الفصل الثالث. وإن شاء الله في اللقاء القادم سنتحدث في فصل جديد عن الطلب السياحي مع التطبيق على روسيا الاتحادية. أراكم إن شاء الله على خير، وإلى لقاء جديد بإذن الله. شكراً.